عودة معكم مشاهدينا إلى فقرة الورد الأسبوعية وسحر الزهور، هو موضوع فقرتنا اليوم مع أمينة الشروق العاملة بمجال تنسيق الزهور وتغليف الهدايا. صباح الخير. صباح الخير. ويا هلا فيك. الله يسلمكم. يعني أنا صدق أمينة يعني كل أسبوعين تجيب لنا أفكار جديدة، وين تجيك هالأفكار؟ الله يسلمكم. هذه برودكت بتستغربون أول شيء إذا عرفتوا هو شنو. هاي برودكت هولندي مسويينه عشان بس انه يحطونه على السويل او الارضيه الزراعيه عشان تعطي رطوبه حق الرمل. اوكي. فهذه مجرد انه يسقون الزرع بدل ما يسقونه يوميا او كل يوم وترك، يسقونه كل 5 ايام. فاحنا خذيناه واستعملناه بطريقه انه دخلناه في الورد كديكور. اوكي. فطبعا هو في كان مفروض انه هو بس الشفاف، وبعدين تموا الشركات يضيفون عليه الالوان الصناعيه مثل ما تشوفونهم هنا اللي هو البينك والجرين واليلو، بعد على اشكال اي، ويون مدور ويون الكيوبس. يعني طبعا اللي تشوفونه احنا في التلفزيون يمكن عبالهم كوار او شيء ناشف، لا هم ترى نفس الجل وفي فيهم ماء يعني. فخبرينا اليوم امين عن الموضوع اليوم، اول شيء الورود، هل في ورود معينه لهذا الموضوع اللي بنسويه اليوم؟ هو يفضل ان تكون الورود اللي الهيد مالها يكون ستريت نفس الجربيره او السمبيديوم، بحيث ان احنا لو حطينا سوينا ديكوريشن اللي انا بسوي لكم اياه الحين يبين في البازة. وطبعا هذا النوع من الكور او الجل يحفظ الزرع مثل البامبو، مثل ما تشوفون هنا هاي البامبو تقريبا عمرها الحين 3-4 اشهر، وحفظها الجل تقريبا من اول ما يبناها وكبرت، وكنا ما نحط لها ماء يومي مثل ما احنا نحط عاده يعني. أوكي. نحط لها كل اسبوعين مره، لهالدرجه يعني هالكور فيهم رطوبه. فالشيء اللي بروكم اياه اليوم شلون طريقه دمج هاي الكور مع الورد. انا خذيت بازه ساده مربعه، بروكم انا من جهتين يعني، بسوي لكم تو ديزاينز وبروكم اياهم. اوكي. انا اخترت الشفافين لان هم يسوون تكنيك في النهايه. فالحين بركب لكم الفلاورز، طبعا تقدرون تحطون اي نوع من الفلاورز بس يفضل الفلات فيس عشان انه يبينون حق يبينون في البازه. فالحين انا اوريدي جهزت، بنحطهم داخل، نسوي طبقات، كل طبقه نحط الجل ونرجع نحط الفلاورز. اوكي. اوكي نحط الفلاورز بهالطريقه، ممكن نحط اصداف مع اصداف بس عشان انه يعطون فيو حلو حق ال. طبعا امينه ما تعرفين بدر ايش كثر يحب البامبو. صدق؟ وايد وايد يحب البامبو. من عشاقه يعني؟ من تدري كذا يحب يقعد هنا. هذا الستيج. بامبو ستيج. بامبو. تسمعون صوتهم؟ اي. يبين انه وايد رطبين. ممكن ندخلهم اليمين في اليسار جميع الجوانب. انا الحين دمجت الابيض اللي هو السمبيديوم مع الجربيره. يعني انا من خلال هذه الفقره اكتشفت ان امينه الشروق ايش كثر تحب عالم الورد من خلال الابتكارات والاشياء اللي دائما فعلا تحرصين انها تقدمينها لنا بين فتره والثانيه. اكيد شيء اكيد. اوكي الحين بدخل اللولو. هلا بالاخر. وايد مضايق. شو رايكم؟ بس حلو. اي حلو عشان اقدر اشوف. اوكي. واحلى شيء في النهايه ابي اعرف شنو بيصير. طبعا انا بحط الشفاف مع هاي يبينون هني. شنو الحلو في الموضوع الحين؟ نحط شويه بينك. اي لون تبين؟ بس بينك عشان يناسب. شنو يبين؟ الحين عقب ما نصب الماء تشوفوا شنو بيصير في الفلاورز من داخل. اوكي. الكور اللي تحت قاعده تختفي الشفافه. كان الورود تطير داخل الفازه. بالضبط. فلوتنج فلاورز. حلو. كل اي شيء ثاني غير هذين البوز هم اللي قاعدين يبينون. صراحه حد عجيب. هاي فقره العلوم المرحه. اتذكر الفقره وايد كانت تعجبني. ف شوف الحين شنو اللي صار، اللولو بين، الصدف بين، الفلاورز بينه، زين هم هلا ما يذوبون ولا يختفون ولا موجودين لا الحين؟ لا لانهم شفافين نفس لون الماي. فشنو اللي قاعد يصير انهم قاعدين ياخذون لون الماي، اي شيء ثاني قاعد يبين. فطبعا احنا استعملنا هاي التكنيك عشان يعطي شكل حلو، دائما انتم تشوفونهم هاي الاشياء في غراش ولا في اشياء، بس هم يستعملون الواكس.
احنا استعملنا هذه الجل بهالطريقة وبين لنا سنتر بيس وايد حلو، طبعا ممكن يكون حق اي كورنر وكلش بسيط. حق المناسبات في شنو نقدر نستخدمه في البيت؟ وايد اشياء، اي مناسبة ممكن تخطر على بالك، يعني انت مستعجل ما عندك وقت حط الجل، حط اي شيء داخل سويت لك سنتر بيس او هدية او اعتقادك المتلقي شنو راح يكون شعوره لما توصل له البازة؟ اول شيء قاعد يدق اكيد، اول شيء هو بيشوف شنو هاي الشيء يعني الجل. وبس هاي كانت فقرتنا، شيء بسيط وحلو واي احد في البيت طبعا يقدر يسوي، وباي الوان ممكن يكون حتى طبقات نفس الحلاوه، لان انتم اول ما جبتوهم تخيلتهم خرزه حلاوه صح، فممكن يستعمل حتى حق العيد ميلاد حق اليهال يسوون فيهم اشكال معينه. وهذه بعد حطيتي فيه الجل الوردي؟ اي نعم، هاي كل بازات فيهم الجل. هذه حطيت فيهم الفلاورز طبعا حفظتهم لمده يومين اللي شلناها وما اختربوا ابدا، وبعد احنا جونا حاليا بارد ف يعني اوكي. فحطيتي طبقه جل وطبقه شنو هاي البلاستيك؟ هذه البلاستيك اذا تذكرون اللي سويت لكم الايس افكت قبل صح. الحين انتم تشوفونه ايس افكت مع البلو. حلو كده مين، يعني كل اسبوع تفاجئينا باشياء جديده. الله يسلمكم، يعطيك العافيه وما قصرتي. بس يعني اذا خلينا الالوان ثانيه راح تبين صح، نحط تحت الشفاف ونقدر فوق نحط بالضبط اي لون ثاني غير الشفاف بيبين داخل. شكرا لك امينه لوجودك معنا، وشكرا على هالافكار الحلوه اللي كلها تزين ستيج سي مالنا كل اسبوعين. شكرا لك.